النهاردة جايب لك نسخة جديدة من محاكي وين ليتور لتشغيل ألعاب وبرامج الكمبيوتر على التليفونات الأندرويد بكل سهولة، والنسخة دي فيها مميزات كتيرة جدا وأداء تشغيل ألعاب قوي. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي قبل ما نبدأ الشرح، تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو أنت ما أنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الأدوات المستخدم في الشرح في أول تعليق مثبت لما في صندوق الوصف. وزي ما أنتم شايفين معايا أصدقائي، دي أداء اللعبة على النسخة الجديدة، والمحاكي ده فيه مميزات كتيرة جدا. تقدر اللي انت تشغل الالعاب الخفيفة على التليفونات الفئة المتوسطة بدون ما تواجه اي مشكلة. اما بقى هنا يا صديقي لو التليفون بتاعك قوي، تقدر اللي انت تشغل جميع الالعاب اللي تقدر اللي انت تشغلها على المحاكي ده، وتاخد منه افضل اداء ممكن على التليفون بتاعك بدون ما تواجه اي مشكلة. ولو اخدت بالك معايا يا صديقي، انا بلعب هنا على 40 فريم وبيوصل كمان ل 60 فريم، يعني اللعبة اللي انا بلعبها ديت لعبة بي سي، وكمان بتوصل معايا على التليفون الفئة المتوسطة ل60 فريم، وده حاجه جميله جدا جدا. بس برضك في شويه اعدادات لازم تعملها، علشان اي لعبه لازم بتحتاج لاعدادات، وفي كمان العاب بيكون لها اعدادات متخصصه زي اللعبه اللي انا مشغلها قدامكم ديت يا اصدقائي، وهتقدر تاخد منها افضل اداء ممكن على التليفون بتاعك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا. وزي ما انا قلت لك يا صديقي، لو التليفون بتاعك من الفئه العاليه او الفلاج شيب، هتقدر ان انت تشغل عليه جميع الالعاب اللي انت عايزها بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون الاندرويد بتاعك. وتعالى بقى نشوف هنثبت المحاكي ده ازاي على التليفونات بتاعتنا، وكمان نعمل الاعدادات المهمه. وفي حاجه مهمه جدا يا صديقي لازم اعرفها لك، كل لعبه بيكون لها ازرار تحكم، وهفهمك تعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه كده يا صديقي هنبدا نروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وبعد كده هتروح على المكان اللي هتكون حملت فيه النسخه. هتلاقي ظاهره معاك بملف مضغوط بنفس الشكل ده، هتبدا اللي انت تضغط عليها، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج. هنا هيبدا اللي هو يستخرج لك الملف بدون ما تواجه اي مشكله. بعد كده هنروح نثبت المحاكي. المحاكي امن جدا على جميع الهواتف الاندرويد، وداعم جميع الهواتف الاندرويد، وهقول لك ازاي دلوقتي اللي هو داعم جميع الهواتف الاندرويد. حتى لو التليفون بتاعك المعالج بتاعه ميديا تك، هيشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله ان شاء الله. بعد ما يتثبت معاك هتبدا ان انت تضغط هنا على كلمه تم، وبعد كده هنبدا ان احنا نطلع من هنا. هتلاقيه اتثبت معاك بنفس الايقونه دي. بعد كده هنروح نفتح المحاكي، هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الواجهه دي. هتضغط على كلمه السماح، وهنا يا صديقي لازما اللي هو يثبت لك ملف السيستم او ملف الاو بي بي علشان يشتغل معاك على التليفون بتاعك بدون ما تواجه اي مشكله. والمرحله ديت بتاخد لها حوالي نص دقيقه، فما تستعجلش عليه، لازما اللي هو ينتهي من المرحله دي. بعد ما انتهى من تثبيت الملف هتبدا ان انت تروح على الثلاث شرطات دول يا صديقي. وهنا يا صديقي هنبدا نروح على النقاط المهمه في المحاكي ده علشان يشتغل معاك، وكمان هعرفك تخصص زرائر اللعبه، وازاي اللي انت تقدر اللي انت تعرف اللعبه ديت بتشتغل بزرائر ايه. كل حاجه هعرفها لك في الشرح ده. اول حاجه كده يا صديقي هنبدا نروح على كلمه سيستم، بعد كده هيبدا يفتح معاك بنفس الشكل ده. هنا يا صديقي هنبدا ان احنا نعلي حساسيه الماوس، وبعد كده هنخليه هنا بدل 100 هنخليه 125 او 120. وهنا يا صديقي تقدر تغير في مؤشر الماوس زي ما انتم شايفين كده، انا هختار اللون ده. وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تروح على الاختيار ده، في هنا تحديث لنظام بوكس 64، تقدر يا صديقي اللي انت تنزل اخر اصدار لو ضغطت على الاختيار ده. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي في اصدارات كتيره تقدر اللي انت تستخدمها بدون ما تواجه اي مشكله. بعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تروح على الاختيار ده، وهتختار اخر اختيار اللي هو الاداء، وبعد كده هتضغط هنا على علامه الصح، هيبدا اللي هو ينحفظ معاك. بعد كده يا صديقي هتضغط على الثلاث شرطات مره ثانيه، وهنروح هنا على يد التحكم. وهنا يا صديقي عايزك تاخد بالك من النقطة ديت علشان مش هنرجع لها تاني، أنا الشرح عايزك تكون مركز فيه علشان تعرف تصمم يد تحكم للعبة اللي أنت عايزها. بعد كده يا صديقي هتبدأ إن أنت تضغط على علامة البلس ديت، وبعد كده هنا هتبدأ إن أنت تسميه أي اسم، أنا هسميه مثلا اتش 1 زي ما أنتم شايفين كده، وبعد كده هضغط على كلمة أوكي. بعد كده يا صديقي لو رحت على الاختيار ده هتلاقيه اتضاف معاك بنفس الشكل ده، هتبدأ إن أنت تضغط عليه، وبعد كده يا صديقي هتبدأ إن أنت تضغط على الاختيار ده، وهنا يا صديقي هيبدأ اللي هو يفتح لك النافذة دي. ركز معايا في النقطة ديت، هتبدأ اللي انت تضغط هنا في المكان اللي انت عايزه اللي انت هتصمم فيه المفتاح. زي ما انتم شايفين تقدر اللي انت تتحكم فيها في اي حتة، وبعد كده يا صديقي تقدر كمان تتحكم في الزرار بدون ديت بس بتحتاجها عند ضبط الازرار. هنا يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط مثلا على علامة البلس، هيبدأ اللي هو يظهر لك زرار فاضي مش متوجه لأي حاجة. طيب علشان اللي احنا نوجهه، انا هشرح لك بس خطوة واحدة وانت بقى ودماغك بعد كده. هتبدأ اللي انت تضغط على الزر كده، وبعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط على علامة الترس اللي فوق دي،
ديت. وهنا يا صديقي زي ما انتم شايفين لو ضغطت على الاختيار ده هتبدا يا صديقي تفتح لك الكيبورد زي داون وفوق وتحت وشمال ويمين زي ما انتم شايفين كده، حتى الارقام حتى الحروف زي ما انتم شايفين كده تقدر اللي انت توظفها. زي مثلا في العاب بتشتغل بالمسطره وحرف الاس وحرف الواي، اللي جرب يلعب على بي سي هو عارف انا بتكلم بقول ايه. بعد كده يا صديقي هتبدا مثلا تشوف الزر اللي هو مثلا بيمشي اللعبه، مثلا وليكن هنختار حرف الزد، وبعد كده هتطلع من هنا يا صديقي هتلاقيه اتقلب معاك لحرف الزد. طيب دلوقتي لو انا عايز انشئ ازرار اسهم هبدا اللي انا اجي في المكان ده يا صديقي وبعد كده هضغط على اضافه، وبعد كده يا صديقي هتضغط على علامه الترس، وهنا يا صديقي تقدر اللي انت مثلا هنعمله سهم لفوق، وبعد كده هتروح على الكلمه ديت او الاختيار ده هتضغط مثلا على كلمه اب اللي هو فوق. طيب بعد كده يا صديقي زي ما انتم شايفين جه كلمه اب هنا، هتبدا اللي انت تختار بقى الزر انت عايزه هيبقى شكله عامل ازاي، هتبدا اللي انت تضغط عليه وبعد ما هتطلع منه هيتوجه معاك للشكل ده زي ما انتم شايفين يا اصدقائي. يبقى انت كده عرفت يبقى انت بتنشئ ملف الازرار الخاص باللعبه ازاي. بعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تطلع من هنا، وهنا يا صديقي هنروح بقى لاهم نقطه وهو عمل الاعدادات للمحاكي علشان يشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله. وهنا بقى يا صديقي هنبدا نروح نضغط على علامه البلس اللي فوق ديت هيبدا يفتح لك الواجهه دي. بعد كده يا صديقي انت عندك هنا مميزات متضافه في النسخه ديت مش موجوده في اي نسخه تانية، تقدر اللي انت تستخدمها في النسخه ديت حتى لو اللعبه الابعاد بتاعتها مش موجوده تقدر اللي انت توظف ابعاد جديده. هنبدا نروح على اول اختيار ده يا صديقي، عندك هنا مجموعه كبيره من الابعاد وبصراحه في ابعاد كتيره ناقصه. طيب بس اللعبه اللي انا هشغلها دلوقتي قدامكم هي بتشتغل على البعد ده هبدا اللي انا اختاره. طيب لو اللعبه اللي انا عايز العبها البعد بتاعها مش موجود هبدا اللي انا اروح على اول اختيار ده يا صديقي هيفتح لك النافذه ديت هتبدا اللي انت تضيف البعد اللي انت عايزه. انا هبدا اللي انا اروح على الاختيار ده واختار هنا البعد المتناسب مع اللعبه، وبعد كده يا صديقي هتروح على الاختيار اللي بعد منه. وزي ما انا قلت لك يا صديقي ان النسخه ديت بتشتغل مع المعالجات الميديا تك. طيب هتقول لي عرفت ازاي؟ علشان نظام الاوبن جيل اللي موجود معانا ده يا صديقي بيدعم المعالجات الميديا تك. انا هنا هختار اول اختيار وبعد كده يا صديقي هتروح على الاختيار اللي بعد منه. وفي برضك نقطه هعرفها لك لو انت عايز تحدث النظام ده تحدثه ازاي. بعد كده يا صديقي هيفتح لك الاربع اختيارات دول، انا هنا هختار الاختيار اللي هو الدي اكس في كي علشان ده اللي متناسب مع اللعبه اللي انا بشغلها وهو بيكون متناسب مع معظم الالعاب، بس في العاب قديمه يا صديقي لو جيت تلعبها ممكن يشتغل معاك على الاختيار ده او الاختيار الثاني او الاولاني، لازم تاخد بالك من النقطه دي. طيب دلوقتي لو انا عايز احدث النظام ده احدثه ازاي؟ هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده يا صديقي وبعد كده هضغط على الاختيار ده هيبدا اللي هو يجيب لي تحديثين. طيب لو انا عايز اكتر من كده هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده زي ما انتم شايفين هيبدا اللي هو يفتح لك جميع التحديثات اللي هي نازله لنظام الدي اكس في كي. زي ما انتم شايفين كده عندك هنا تحديثات كتير تقدر اللي انت تحدثها لاخر تحديث ما عندكش اي مشكله. بعد كده يا صديقي لو انت عايز الفريمات تظهر وانت بتلعب هتبدا اللي انت تفعل الاختيار ده، وبعد كده هنبدا اللي احنا ننزل لتحت. وهنا يا صديقي زي ما انتم شايفين الاختيار ده مهم جدا لمعظم الالعاب، يعني مش كل الالعاب، يعني لو التليفون بتاعك المعالج بتاعه قوي مش مهم اللي انت تدخل على الاختيار ده، بس هنا يا صديقي انا لازما اغير الاسم بتاع المعالج وده بس للتليفونات الفئه المتوسطه. وبعد كده هتروح على الاختيار ده هتختار هنا اخر حاجه، وهنا يا صديقي هتبدا اللي انت تطلع لفوق شويه وهتروح على الشريط اللي انتم شايفينه ده، هتروح هنا على اخر اختيار. وعايزك بقى تركز معايا في النقط اللي جايه بعد كده علشان كلنا بنغلط في النقطه دي. هروح هنا على اول اختيار هنا يا صديقي واختار هنا متوسط. طيب ما عندك هنا الاداء العالي ما بتختاروش ليه؟ علشان الاداء العالي ده ما بينفعش غير مع المعالجات القويه، لو انت المعالج بتاعك قوي اختاره. طيب لو انت المعالج بتاعك من الفئه المتوسطه هتبدا اللي انت تختار هنا متوسطه. بعد كده هتروح على الاختيار اللي بعد منه وهتبدا اللي انت تختار اخر اختيار. وهنا يا صديقي عايزك بقى تاخد بالك من النقطه المهمه جدا دي، اللعبه اللي انت عايز تشغلها ممكن تشتغل على ويندوز 7 وممكن ما تشتغلش على ويندوز 10 وممكن تشتغل على ويندوزات تانيه كتير، اكيد كلنا عارفين النقطه دي. هنا يا صديقي انت لازم تاخد بالك اللعبه اللي انت هتشغلها دي هل هي بتشتغل على ويندوز 7 ولا ويندوز 10 ولا ويندوز 11، لازم تاخد بالك من النقطه دي. طيب لو انا عايز اغير نظام الويندوز ده هبدا اللي انا اضغط على الاختيار ده، وعندك هنا لغايه ويندوز 11 وويندوز 10 وويندوز 7 وكمان ويندوز 2000 اللي هي اول بدايه الويندوزات. بعد كده يا صديقي انا هنا اختار ويندوز 7 وبعد كده هتبدا اللي انت تتعلم على الاختيارات ديت، وبعد كده هتضغط هنا على علامه الصح. بس في نقطه برضك مهمه لازم تاخد بالك منها، لو الشاشه جت معاك شاشه سوداء وانت بتجرب تلعب اللعبه هتبدا اللي انت تغير من الاعدادات دي زي ما انتم شايفين، هتختار مثلا الاختيار ده مره وتجرب الاختيار الثاني لغايه لما تظبط معاك يا صديقي، وبعد كده هتضغط هنا على علامه الصح. هنا يا صديقي هيبدا اللي هو يحفظ لنا الاعدادات اللي احنا عملناها، بعد ما ينتهي من النقطه ديت هتبدا اللي انت تضغط على زر التشغيل، وبعد كده يا صديقي هيبدا اللي هو يفتح معاك بدون ما تواجه اي مشكله. وفي
نقطة هنا مهمة جدا لازم تعرفها. لو انت بقى عندك جهاز بي سي تقدر ان انت تتحكم في الازرار بتاعت اللعبة. ليه؟ هتبدأ ان انت تشغل اللعبة على البي سي وهتشوف اللي بيمشي فين واللي بينط ايه واللي بيجري ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. بعد كده يا صديقي هبدأ ان انا افتح فول سكرين من الاختيار ده، وبعد كده هبدأ ان انا اروح على اللعبة بتاعتي، واللعبة لازم تكون في ملف الداونلود في مدير الملفات علشان تظهر معاك بنفس الشكل ده. بعد كده يا صديقي هبدأ ان انا اروح على اللعبة، وديت اللعبة اللي انا هشغلها لكم النهاردة، وفي العاب بينزل معاها ملفات سيستم لازم تاخد بالك من النقطة دي. زي اللعبة ديت مثلا لها ملف سيستم، لو ضغطت عليه كده يا صديقي هيبدأ اللي هو يفتحه لك، وهقول لك دلوقتي تعرف اضرار اللعبة منين. زي ما انت شايف كده يا صديقي انا هنا اقدر ان انا العب اللعبة ديت على 1280 في 960، بس التليفون اللي انا بشرح من عليه ده مش هيستحمل الكلام ده. طيب انا اخترت ايه؟ 800 في 600، هبدأ اللي انا اختار هنا 800 في 600 بس كده، ده الابعاد الخاصة باللعبة. بعد كده يا صديقي هضغط على كلمة كوبورد اللي فوق ديت، هيبدأ اللي هو يفتح لك ازرار اللعبة. زي ما هو بيقول لك كده، لو انت عايز ترجع هتضغط على حرف الاس، لو انت عايز تطلع لقدام هتضغط على حرف الاكس، زي ما انتم شايفين كده. هتبدأ اللي انت تاخد الصورة دي سكرين شوت، وهتبدأ اللي انت تظبط الاعدادات بتاعة الازرار علشان تشتغل معاك. طيب في ناس هنا تيجي تقول لي طيب انت ما بتظبطش الاعدادات من هنا ليه؟ صعبة شوية. انا بقول لك بصراحة لازم ان انت تنشئ دراع تحكم، هيبقى اسهل بكتير ما انت تظبطها من جوه اللعبة. بعد كده هتبدأ اللي انت تضغط على كلمة سيف، وهنا يا صديقي هتبدأ اللي انت تروح على اللعبة وهتبدأ اللعبة تشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكلة. طيب هبدأ دلوقتي اسحب من الجنب كده، وهبدأ اللي انا اروح على الازرار، وبعد كده هضغط على الاختيار ده، وزي ما انتم شايفين لو ضغطت على الاختيار ده انا ما عملتش بس الازرارين، هبدأ اللي انا اختار مثلا الكيبورد، وبعد كده هضغط على كلمة اوكي، هيبدأ اللي هو يد التحكم ديت تظهر معاك، بس يد التحكم ديت مش هتشتغل في اللعبة ديت، هبدأ اللي انا اختار الكيبورد اللي هو الاختيار ده انا اخترت غلط، وبعد كده يا صديقي اللعبة هتبدأ اللي هي تشتغل معاك بنفس الشكل ده يا صديقي، وتقدر اللي انت تتحكم فيها بدون ما تواجه اي مشكلة. هي اللعبة دي لعبة قديمة، بس هي الجرافيك برضو بتاعها متوسط مش عالي قوي. زي ما انتم شايفين معايا اللعبة اشتغلت معايا بدون ما واجه اي مشكلة نهائيا على التليفون اللي انا بشرح لكم من عليه ده، وديت لعبة تاكس 3 تقدر اللي انت يا صديقي تلعبها بدون ما تواجه اي مشكلة على التليفونات الفئة المتوسطة. انا هنا يا صديقي بجيب لك الالعاب الفئة المتوسطة علشان كل الناس تقدر اللي هي تلعب الالعاب اللي هي بتحبها. لو انت بقى التليفون بتاعك من الفئة العالية تقدر يا صديقي اللي انت تلعب عليه الالعاب العالية ما عندكش اي مشكلة. هبدأ اللي انا اقف للناس ديت، تعالوا. اللعبة ديت عبارة عن مهمات انت بتعملها من داخل اللعبة ديت، وتقدر اللي انت تاخد افضل اداء ممكن على التليفون بتاعك. وهنا صديقي زي ما انت شايفين الفريمات واصلة معايا ل30 فريم. تعرف يعني ايه تليفون يديك 30 فريم في لعبة؟ في اجهزة الكمبيوتر ما بتوصلش والله لل30 فريم، واكيد الناس عارفة اللي انا بتكلم فيه ده، بس ده برضو التليفون تقدر يا صديقي اللي انت زي ما انت شايفين كده تلعب عليه العاب البي سي زي ما انت عايز كده، وتفتح كمان التطبيقات اللي انت عايزها. واقول لك يا صديقي على حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، ان المحاكي ده معمول تشغيل الالعاب، مش معمول بقى اللي فيتوشوب والكلام ده، بس تقدر برضك اللي انت تستخدمه لو انت عايز كده، ده حاجه ترجع لك انت. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.